حضرتم كما ينبغي ومرت المرحلة الأولى مثل ما كنتم ترغبون فيها كلاعبين؟ أمس الخير نقول عندنا درك سمانة باللي نوجدوا في روحنا مع الفريق، وكنا نستناو في اللاعبين الآخرين باش يوصلوا. درك الفريق راهو كامل هنا في الأوتيل، وندربوا كل مع بعضنا باش نوجدوا كأس العالم للشعب الجزائري كامل يستنى فيه. طبعا جمال، هل في أسئلة في هذا المجال؟ طبعا نعم كريم، هو أسئلة خاصة بالنقاش والحوار كان في الرياضة، هو من أجل أن نستمع لهنتر يحيى وهو واحد من أعمدة المنتخب الوطني الجزائري. هل الاندماج اللاعبين الجدد الأسماء الجديدة اندمجت بسرعة، وكيف كان دور عنتر يحيى والأعمدة الأخرى في استقبال هذه الأسماء، وهل هذه الأسماء فعلا عندها وزن في المنتخب الجزائري من الناحية الفنية والبدنية وأشياء أخرى من هذا القبيل؟ فعلا قبل أن يقول عنتر، نحن نشهد بأن عنتر وبقية تركز الفريق ساهمت كثيرا في مساعدة اللاعبين الجدد. نعم. طبعا تحدثوا عن مساعدكم للعناصر الجديدة، شفناك مع بودبوز كثير، شفناك مع قادير، شفناك مع مبولحي، أنتم كركائز الفريق ساعدتوا كثير الجدد. هذه خدمة لازم علينا، كيجي كل لاعب يجي في الفريق تاعنا لازم نفرحوا به، لازم نبينوا له باللي راهم الفريق يحتاجه، لازم كل لاعب يسحب روحه مهم في الفريق تاعنا، وكاين كما في العائله تاعو باش يصيب راحته وينجم من النهار الاول يسحب روحه مليح وينجم يلعب بالامكانيات تاعو كاملين. هل تشعر بانهم قادرين يقدموا اضافه للمنتخب؟ هذا كل درك باغيين كل باللي اللاعبين هذم اللي جاوا يزيدوا حاجه في الفريق الوطني، ونتمناو ان شاء الله من هنا والجاي يبينوا للجزائريين باللي راهم هنا باش يضربوا على الفريق الجزائري وباش ينعتوا باللي عندهم دي كاليتي كبار اللي باش ينعتوهم ان شاء الله. طبعا هذا ما قاله عنتر يحيى. جمال، اذا كان لديك الوقت واضافه سؤال اخر فقط اريد ان اقول، كيف يتصور عنتر يحيى ان تكون المرحله الثانيه مرحله الجد والاجتهاد بالنسبه للاعبين والعناصر الوطنيه؟ طبعا الان دخلنا عنتر في مرحله اخرى، هي مرحله الان التعداد مكتمل، خلاص الان بداوا الامور الجديه يعني بالنسبه للمنتخب، كيفاش تصور هذه المرحله؟ درك بدينا نوجدوا في روحنا للمباراه تاع السيمانه الجايه ضد ايرلند، ونظن باللي درك نكملوا هذا السيمانه اللي فاتت كنا نخدموا في دي جروب، كل لاعبين يخدموا دي جروب، اللي لعبوا بزاف العام هذا اللي ما لعبوش بزاف، ودرك نوجدوا في روحنا للمباراة، ونظن كي يجيو المباراة نشوفوا الفريق تاعنا وين لازم يزيد يخدم وين ناقص، ونوجدوا روحنا ان شاء الله للمباراة الاولى ضد سلوفينيا. طبعا شكرا يحيى. جمال، اذا كان اعتقد بانه رفيق حليش ايضا وصل بسرعه، سنحاول معرفه رايه. نعم. ايضا. نعم. واذا كان لحظه فقط عنتر، اذا كان بعد ذلك جمال القليل من الوقت، هناك خبر خاص برأي السيد بلعيد لاكارن الذي يعتبر عضو في لجنه التحكيم، سيقدم دروس للاعبين بخصوص القضايا التحكيميه، اذا. نعم. كان من الممكن واذا كان لدينا من الوقت سيكون حاضر معنا رفيق حليش، سيلتحق معنا هكذا كريم بسرعه على المباشر. نعم كريم، من الغرفه لانه تسمعني كريم العربية. نعم جمال، سنقدم. نعم. ايضا لقطه من اللقطات التي صنعتها الجزائر وغيرت بفضلها بعض القوانين خاصه بالفيفا، وهي ضربه الجزاء امام المنتخب المصري، هي حاضره معنا اليوم لنتكلم عن ذلك. يتفضل. آه. رفيق حليش، مرحبا، اهلا وسهلا به. عن اي لقطه جمال؟ لم اسمعك جيدا. نعم، لانه في فصل الان فقط. هناك قانون جديد بالنسبه للفيفا، وهو اثناء تنفيذ ضربه الجزاء التمويه الان الغي واصبح يستحق بطاقه صفراء، ولا يحق للاعب ان يموها او ان يتوقف عند الكره لتنفيذ ضربه الجزاء، وسيكون هذا القرار ساري المفعول في كاس العالم، وهو ما حدث اذا كنت تتذكر مع المنتخب الجزائري. فعلا. شوشي وعبد ربه في نصف نهائي كأس افريقيا للامم.
ورفيق حليش هو الذي كان قد تسبب في ضربة الجزاء. ها هي في ها هي سنشاهد هذه اللقطة وسنتكلم عن هذه اللقطة بسبب الجزاء بعد تغيير قوانين في 2008 أن يتغير قانون حتى في تنفيذ ضربات الجزاء بعد ضربة الجزاء بالنسبة للمنتخب المصري. هذا يحب لأنه لنا فرق كبير ويأخذنا اعتبار احنا ان شاء الله نتمناو باللي لا يبون كما يقول لك الفيفا تحت وحتى اللاعبين يحترموا القوانين والفيفا تدير تطبق القانون على الجميع. لإثراء فقط نقاش في البلاطو، كيفاش تصور المرحله القادمه من تحضير المنتخب الجزائري؟ اخي ان شاء الله نتمنى يكون فيها خير ويكون فيها تحضير جيد. احنا كلاعبين رانا جاهزين، علينا غير نطبقوا التعليمات وان شاء الله حتى العمل اللي يديروه الطاقم الفني لاباس به. غدوة تدخل في المجموعة الرسمية؟ ان شاء الله ان شاء الله، الإصابة راهي خليناها من الله ان شاء الله. إذا جمال رفيق حليش يشفى نهائيا وسينضم إلى المجموعة غدا بإذن الله. لا أدري إذا كان من الممكن أن يكون بعد لحظات معنا السيد بلاد لاكار. ممكن جدا في دقيقة أو دقيقتين وسنتكلم عن هذه اللقطة. كما قلت لك كريم، لجنة القوانين للفيفا البار اعتمدت قوانين جديدة لتنفيذ ضربات الترجيح ومنعت كل لاعب رسميا من التوقف أو التمويه أثناء تنفيذ ضربات الترجيح أو ضربات الجزاء. ها هي نشاهدها وإياكم، تفضلوا عبد الكريم. ها هي التوقف وبعد ذلك إذا الجزائر حاضرة للتغيير بعض القوانين كما حدث سنة 1982 بعدما حدث بين ألمانيا والنمسا والتلاعب أو النتيجة تفاهم التلاعب على النتيجة يعني ضد الجزائر. كان هناك